كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتغشى وجوههم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد سيني عند الناس وقا ما عرفت واش باقيين ولا ما باقيينش. بزاف ديال الحوايج وقعوا لي. ولادي عندي جوج بلا طهاره، كاش لي طهر. وكنقول لها يا اختي بالحق كيفاش اخويا نوض الناس ماشي لا ما تشوفوش باذن الله يبقى تعاون وين قالوا السحر على السحر بيدينا ولدي كيقول لي شري لي شي حاجه ما كنلقات حاجه شوف الدين انما العسر يسرى ابتلاء مع الله عز وجل حتى كيما صبرت 7 سنين غيعاودك الله عز وجل ماشي غيعاودك الله ما بين ليله وضحاها. نور الدين السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اليوم كنا مع الراقي كمال وكانت الرقيه الشرعيه امام الكاميرا ديال الجهويه بريس وشفناك ان واحد الحركات كديرهم. اول حاجه واش باقي عاقل على هاد الحركات اللي كنتي كدير؟ لا ما كنعقل حتى على حاجه. خرج لك الدم من الفم ديالك، بديتي كدير النبح الكلب، بغيتي تعض الراقي، بغيتي تعض النسيب ديالك. واش حسيتي بانه كدير هادشي ولا ما كتحسش؟ لا ما كنحسش به كاع، ما عرفتش راسي كاع. حتى دابا راني مزيان، ما بحالي ما كاين والو.
دابا بخير دابا ما كاين والو بخير. اشرح لنا كيفاش لقيتي راسك تولف في هذا المشكل ديال السحر. هذا واحد في رمضان في الليله ديال 27 كنت خدام مزيان، المهم خدام والفلوس ما كتبقاليش في الجيب، ما عرفتش وين كنمشي. كان خدم مزيان يعني الفلوس كتدخل ليا، ولكن ما كنعرفش فين كنمشي. جيت واحد المره في ليله 27 صافي نعست هنا في هذه البلاصه هذه، نعست هنايا في هذه البلاصه هذه ليله 27. مشيت انا لكسميتو فاش نعست صافي، نعست انا مع جوي هذاك الفجر وهذاك الشيء، بحال اللي جا شي واحد ضربني بالبنيه الكرشي. فقت نيشان، وقفت نيشان. فاش فقت لقيت نسيبي واقف فوق راسي، كندير هكذا كنلقى الضربه ما كايناش. هذه النوبه الاولى باش غنحس بهذا الشيء هذا. درت هكذا حسيت بالضربه ما كايناش، ما كاين حتى حاجه. السيد واقف، قلت له فين كنت؟ قال لي كنت في الطواليط. حاجه هو ملي قال لي كنت في الطواليط صافي، انا كاع ما ديت ما جيت، رجعت نعست. قلت يمكن غير حلمت وداك الشيء وهادي، قلت انا ماشي مشكل. رجعت لغدا ليه ولات كتشدني السخفه، وليت مريض، وليت كنطيح في الشارع، وليت بحال اللي ما كنعقلش على راسي. جيت نعست ودنت العصر مع داك جوايا العصر. كنت هنايا في الشارع جالس، كنت مع نسيبي كنشرو الحوايج وهداك الشيء. دورت انا في داك الدوره اللي درت بحال اللي بغيت نطيح في الدوره صافي. وانا كنصبر راسي جيت نعست في السداري. طلعت عليا السخانه، ومره تجيني السخانه، مره تجيني البروده، مره السخانه. صافي انا طحت، نسيبتي مشيت قالت نسيبي جيب القران وقرا عليه شويه القران الا يكون مقيوس وداك الشيء. هو بدا كيقرا عليا القران، شي غير اللي كيقول لي هو، انا ما عقلش على داك الشيء. انا سمعت القران في الاول، ولكن في الاخر صافي ما بقيتش كنسمع. بقى بقى كيقرا القران. انا مشيت غيبت صافي، ما بقاليش العقل، غيبت. فاش فقت انا هو صافي قال لي انا راه كاين فيك المس. قلت له لا راه ما فيا والو، انا كنحس غير بقلبي كيحرقني. قال لي لا راه كاين هادشي وهادي، غنشوف صافي. بقى كيقلبوا على الراقي من هنا لهنا من هنا لهنا، وانا كنموت كاع، ما سحبليش بان راه كاين السحر. قلت انا غير يمكن من الخدمه ولا شي حاجه، ولا البارد ولا شي حاجه، هذا هو التفكير ديالي. انا ما شكيتش في هذاك السحر صافي. تا ولات صافي بان السحر، وانا ما كنتش عارف هادشي في راسي. من عرفتي بانه السحر فوق طبيعه الحال غيكون دمر لك حياتك. دمر لي حياتي، ودمر لي ولادي، دمرت حياتي. انا دابا هادي 7 سنين ما درت حتى حاجه في حياتي، مازال كلشي اللي الحوايج سمحت فيهم ما عنديش مشكل. الحوايج كنديهم كنسمح فيهم، ما بقاش عندي العقل اللي يعني كيهمني نفسي ولا صافي. اللي كيقولوا لي هما كنديروا. كبعت مره سمعت في حوايجي، سمعت حوايجي في الناظور راه مشتسيني عند الناس، وكاع ما عرفتش واش باقيين ولا ما باقيينش. بزاف ديال الحوايج وقعوا لي. ولادي عندي 2 بلا طهاره، كاش لي طهاره. كنقول لها يا اختي من الحق. لا تكفيش اخويا نوض نيز، ماشي لا بد شي فوش باذن الله يبقى تعاوي وين قالوا السحر على الساحل باذن الله. يا رب ولدي كيقول لي شري لي شي حاجه، ما كنلقى حتى حاجه. شوف الدين انما العسر يسرى، ابتلاء مع الله عز وجل. تا كيما صبرتي 7 سنين غيعوضك الله عز وجل، ماشي غيعوضك الله ما بين ليله وضحاها. اصبر اخويا نوضي، اصبر عادي، هادشي ماشي انت الاول انت الاخر. اصبر اخويا. شنو هذا ولي ولادي دابا؟ هو عنده واحد عنده 4 سنين ونص، 4 سنين ونص وما مطهر ما والو، ما عارف شنو وقع ليه كاع. ومجاو زعما جابوا لي باش يدير لي السبوع، هو كيذبح للجنون، كيتبع الجنون. تقولي لا ما عندوش القلب هذاك، وانا ما كنتش عارف. والدخلة فاش دخل قال لهم انا جبت لكم ضيف باش يتبع الجنون. وكنقول له يا ربي يا خد فيه الحق في هذا النهار، كي معذبنا في حياتنا يا ربي يعذبوه، راه يزيد
هاد الشيء اللي كان لا يأخذ الحق. ما كاين بقى شي خدمتي دابا غير ما خدمتش كاع، ما كان خدمش كاع، مشيت للخدمة وما ما كيخليونيش نخدم، كيعيطوا لهم كيقولوا لهم جهز ولد، هز جهز ولدك راه مريض صافي، ما كاينش اللي كيقول لك خدم صافي، كيشوفوني مريض كيخافوا حتى هما على راسهم، رمي راسي على شي عمارة ولا يرميوني على شي بلاصة، حتى هما كيخافوا. نطين إلا كانوا كيشوفوك هادو اللي كيديروا هادشي ديال السحر وصل اللي كيأذيوك دابا، شنو تبغي تقول لهم؟ كنقول لهم الله يهديهم عليا، انا ما درت لهم والو، ما كنت حدا عليهم، ما كان عيط لهم في التليفون، ما كان عارفهم، ما كان والو، ما كان حتى الهضره، ما كان هضرش مع ملي ما عرفونيش هاد الناس عليهم. انا النهار الاول ما عرفت حتى واحد، عرفت غير هاد الناس هادو، هاد الربعه هادو اللي هاد الخمسه اللي كتشوف، هادشي اللي عرفت. ما سحبليش انا كاين بان كاين هادشي، ولكن نقول الله ياخذ الحق. هادشي كامل بسبب انك تزوجتي البنت ديال فالشي كامل على هاد السبب، على هاد السيدة، انا ما عارفش، انك تزوجتي بها. انا ما عارف بان ما تزوجت بيها، وهما حاقدين عليها، ومني خطبتها وقع لي انا هذاك الشيء، داك المشكل بعدياتنا. انا كنت خدام مزيان، وكنت كان عندي الرغبة غير ديال الخدمة، كنت كنخدم حتى الليل كيما هكذا، كان عاد كنكون داخل من الخدمة. دابا مني تلاقيت مع هاد السيدة وانا اللور اللور اللور، وليت كنمشي غير بالصندالة ديال الميكا، 3 سنين وانا نمشي غير بالصندالة ديال الميكا صافي، وليت حسيت براسي بان شي حاجة كاينة، ما عمرني لبست الصندالة ديال الميكا. اخوتي انا مني مشيت نعيد مع اخوتي كيقولوا لي انت راك مسطي، انت راك مسطي، انت مالك وليت بوهالي بهاد الحوايج وهداك الشيء وهادي. كان بدا كنقول لهم انا ما عرفتش، انا براسي راني ما عرفتش، كيقول لي لا انت كنت كتشري الحوايج غير الغاليين، غير السبردينات الغاليين، هادشي غير متزوجت لهنايا وليت كدير راسك حماق. والله ياخد الحق، هادشي اللي كنقول، وما بغيتش نقول لهم انا ها شنو كاين وشنو كاين، ما بغيتش نكبرها، ولكن دابا صافي هادشي اللي عيد نصبر، والله ياخد الحق.